السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في فيديو جديد عن واحدة من أقصى المشاهد من مسلسل طائر الرفراف. سونا، sen gerçekten iyi değilsin. Evet. Ablama canım sıkıldı ya. Ya sabah böyle... Seyran, biz ablamla dans ederken ablam bir anda öptü beni. Hayır. Hayır, 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 hayır. Ben onu değil, o beni öptü diyorum. Bir anlamı yoktu diyorum, anlamıyor. Evet. Ben konuşamıyorum artık yani. Ne oldu, kavga mı ettiniz? Nasıl yaparsın ya böyle bir şey? Allah atmış sana. Ortaya çıktı belki de. Seren, ne diyorsun? Saçmalama, olur mu öyle şey? Susma, açıkla. Bana bir açıklama yap. Susma. Kardeşinin kocasını niye öper ki? Seren, vallahi onun bir suçu yok. كانت صدمة سايران كبيرة جدا بعد علمها بفعلة سونا مع فريد، ولم تتوقع هذا من أختها وروحها الثانية، رغم أنها لم تكن في وعيها. لكن هذا لا يبرر فعلتها تماما، ومن غير المعقول أن تقوم سونا بذلك. حقا حين نرى تصرفات غير متوقعة ومقبولة من أقرب الناس لقلوبنا سنرفض تصديقها، ولا نستطيع حينها أن نرى الأمور بعقولنا بل سنراها بقلوبنا. فما بالك بالخيانة التي تأتيك من أقرب الناس لك؟ حينها ستمتزج الصدمة بالدموع وبالحزن وبانكسار القلب الذي يصعب أن يرمم من داخله بعد الألم الذي اجتاحه. نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل للجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما عن مسلسل طائر الرفراف. سلام.